اللقاء هو طبعا موضوع مهرجان الأربيل يلي رح بيصير بكردستان ويلي رح يكون النجمين الكبار موجودين فيه. فبتمنى على الزملاء يكون كل حوارنا محصور بموضوع الاي ايفنتس والايفنتس يلي بده يصير بأربيل وبكل شيء بده يتعلق بهذا المهرجان. طبعا المهرجان حيكون حدث كبير بأربيل، حيكون مسرح مثل ما شفتوا التفاصيل المطبوعة من أضخم المسارح، ديكورات وإضاءة وصوت، كلها تجهيزات راحت من بيروت على أربيل. الآي إيفنتس هي اللي تتولى إنتاج وتنظيم هالحفل الكبير. وهلأ الباب مفتوح لكل الزملاء، أي استفسار أي كلام تحبوا تقولوه تسألوه تستفسروا عنه بموضوع حفل 30 مايو و 31 مايو بأربيل، أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا ونورتونا. مساء الخير. طبعا أنا كتير مبسوطة لوجود اليوم يعني بهالجمعة الحلوة، أهل الصحافة الكريمة والإعلام والميديا، وبيسعدني أنه أعلن اليوم أنه عن أول زيارة لألي لأربيل أنا وأستاذ حاتم. مبسوطة كتير لأنه هذا التعامل الثاني مع أي إيفنت اللي اشتغلنا معه رأس السنة، ومن هيدا المنبر نوعد بمناسبتين كتير كبار بأربيل بإنتاج كتير حلو، وإن شاء الله تكون إيفنت يعني نتذكرها كلنا. مساء الخير لكل الموجودين، وأنا سعيد اليوم بوجودي وياكم بهذا بلد الثاني لبنان الحبيبة، وأنا سعيد جدا بلقائي مع الفنانة هيفا وأخوي جمال، وإن شاء الله رب تكون حفلة ممتعة في أربيل في بلدهم الثاني، وإن شاء الله رب نقدر نسعد جمهورنا اللي راح يحضرنا إن شاء الله. أي سؤال بيحبوا الزملاء يسألوه؟ لأن بدي نوه بشغلة بسيطة، إنه هيفا والأستاذ حاتم بعد المؤتمر مباشرة رايحين على المطار في تصوير إعلان خاص للحفل، فبعتقد الوقت شوي مش هيسمح بلقاءات جانبية بعد المؤتمر الصحفي، فما حدا من الزملاء يعتمد إنه في لقاء بعد المؤتمر يوفر أسئلته لبعدين، وخصوصا عماد هواري يوعد حاله هيك وعود، بس هالمرة مش ضابطة معك. بلوشان المشاهدين. فأنا بتمنى أنه نحن هلأ نطرح كل الأسئلة وناخد كل الأجوبة ويكون التغطية يعني مشتركة. لأول مرة نتشارك بالطبق، مش كل واحد بده طبق لوحده يعني. فيكن تبلشوا. هيدا الميكروفون بيتنقل بين الزملاء، كل زميل مبدئيا سؤالين إلى أن يقضي الله شو ممكن يطلع له بعدين. أمرا كان مفعولا. تفضل. رحاب ظاهر موقع على زهرة.com. سؤالي للأستاذ حاتم، يعني بما أنه رح تشارك هيفا بمهرجانات أربيل، هل في رح يكون تعاون بينك وبين هيفا بلحن؟ هل رح تغني هيفا اللهجة العراقية؟ أنا ما أعرف شو محاضرة، ممكن محاضرة مفاجأة يعني للجمهور العراقي، بس يعني ممكن إن شاء الله تكون بيننا تعاون. يعني أنا ما قدمت ألحان كثيرة للفنانين العرب والفنانين العراقيين، فإن شاء الله رب يكون أكو تعاون بيني وبينها إن شاء الله. يعني أنا من الأشخاص اللي كتير معجبة بهاللهجة العراقية، بحبها كتير، وهي لهجة فيها سحر خاص، خاصة أنه كل الفنانين العراقيين معروفين أنه عندهم نبرة صوت وخامة مميزة جدا. بس هي كلهجة أكيد أنا عندي ضعف قدامها، يعني إذا تقدم لي لحن جميل عراقي وقدرت أديه ما بتردد مرتين أبدا. بيكون معك بنسهلك يعني. مرسي. هلا بدي لاحظ شغلي أنا، أنه نحن رايحين رح بيغنوا يمكن عراقي ورح بيغنوا كردي كمان، لأن رايحين على كردستان نحن، فأكيد الشعب الكردي ناطر الفنون الحلوة والمنوعة إن شاء الله. يعني نفهم والله أي أنا بتمنى أغني كردي وبتمنى أحكي كردي، وشو بدك يعني، إنه شعب عزيز وجمهور لطيف جدا، وأنا عندي جمهور كتير كبير بكردستان يمكن أو بالعراق، وأنا أكتر شغلة بتمنيها إنه أنا ألتقي بهذا الجمهور وأترك ذكرى حلوة كتير عندهم، وهن قبلانين مني غني لبناني مصري عراقي، مهم انا اكون عم غني، يمكن هن هذا هو الشيء اللي بحبوه مني، مش ضروري
هلا انا عم جرب اتعلم كم كلمه كردي رح لكم شغلي هلا انتم يمكن عم تاخذوها بمزح بس انتظروا المفاجاه يعني ما تستبعدوا شيء ما تقول كل شيء استاذ جمال ما حنقول ما استبعد شيء هلا ما نحن مين عندكم حتكون؟ حتكونوا معي بقلبي. أنا دغري قطعت الفكرة. ليه بسترجع من شي بلا ما أفكر فيكم؟ سؤالي لهيثم، مايلي أسئلة. تفضلي يا هند. حيكون في استعراضات خاصة بالحفل، حيكون في شو مختلف ولا حفلة عادية؟ لا يعني أنا من أول تعامل لي مع أي إيفنت يعني بهالمستوى اللي قدمنا فيه راس السنة ما مفروض من بعدين نقدم شيء أقل من اللي قدمناه سرح يكون في أكيد شو بيضمن يعني وجودي على ستيج بإربيل أكيد وعدكم بشو حلو كتير إن شاء الله. طبيعي سؤال بعد هذا اللي يمكن الزملاء كلهم حابين يسألوا على المسرح رح بيكون في أغنية مشتركة بيناتكم أما كل واحد رح يأدي وصلي ويمشي مثل ما بيصير بعد ماكو فكروا بالموضوع أكو فكرة ولا معكو قد ايه هو شاطر تيقنعني يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مرحبا أهلا إيمان أستاذ جمال بالأزم منك بس هيفا عملت نجاحات كتير مهمة بالفترة الأخيرة لازم نعرف عنها بصورة خاصة الحفل اللي عملتها من يومين لأبو ظبي بلاد القوات المسلحة وأقنع حفل خيري ريعوا لمساعدات بمصر وصلت الأصداء الحين بس خبرين عن الحفل والمساعدات لشو رح بس نحن قلنا انه بدنا نحكي بها اذا بدنا نفتح باب الاخبار الثانيه بيكون ساعتها فتحنا الباب على هيك حفل كثير حلو كان ايوه حفل حلو خليني اختصر انه كمان الفنان الى جانب دوره الفني وانه هو يسعد الناس بفنه انه حلو كمان يكون له دور اجتماعي ولما يندعى لهيك نوع من المناسبات الاجتماعية أو الخيرية ما يفكر مرتين هلأ تفاصيل بعدين شي نهار القطنة ورا كواليس شي حفلة بخبرك بس مش أو اليوم مثلا عشية بعد تصوير المطار ما حدا يسألنا عن حفلة راس السنة لأنه مش وقتها ما هي بس هني ما سألوا إنه عم ما حقلكن عن حفلة راس السنة ما حقلكن عن حفلة راس السنة شو بدي أقول لأنه هذا غير موضوع بنحكي فيه بعدين استاذ جمال عم تلعب بالنار بس بدي أعرف أنا مضايتي ولا لا هذا اللي نطمن عليه لا ماضي من شهر أوكي خلص مع أي جروب أوكي بفورم أنا رح قلكم شغلة بجيب من الآخر جيب لكم من الآخر أي إيفانت رح يكون في عراس سنة حفلة لم تشهدها بيروت من قبل مين بدي غني معه؟ خلص بكفي هالعزمان بكفي هيفا غني إيه أوكي نفس عاسي صح؟ صح صح؟ ماي عاصت هي بشغلة ما نفعت أعمل شي تاني غير شغلي اللي أنا تعودت أقدمه للناس هلأ حتى لما قدمت التمثيل قدمته بعز ما كنت عندي حفلاتي كتير وكان في يعني شغلي كان الحمد لله كنت أترك أمرار التمثيل لروح أحيى حفلاتي وأرجع أنا التمثيل جزء من شغلي بس إجمالا مسرحي هو حياتي هو الشيء اللي أنا عايشة كرماله وبحبه كتير والحمد لله ماشي حالي كتير بهذا الموضوع مسلسل مولد وصاحبه غايب بتصوير آخر كم يوم منه لهن عندي بعد 15 أو 20 يوم تصوير هل هناك فعلا نص مسلسل جديد بين إيديك؟ مسلسل لبناني جديد عم بقرأ وعم بدرس تفاصيله وفي فيلم مصري جديد كمان بس ما في تفاصيل حاليا